الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لله من فدية شدوا ميازرهم على القتال وكأس الموت قد دارا في حب سيدهم وقد رأوا لبثهم من بعده عارا. يا لرجال لمقتولين ما كبد لهم تحن ولا لهم سارا. نائين رهن الفيافي لا نرى لهم إلا السوافي ووحش البر زوارا. يا أقبرا بعراس الطف أن يجتلنا يا أقبرا بعراس الطف اجت لنا حزنا يؤجج في أحشائنا نارا. ما زرت أرضك إلا أيت شجا ومدمعا فاض من عيني مدرارا. لمن ضعون بأرض الطف سائرة تنحو الشام فليت الراكب لا سار. التي يسار بها تخالهن على الأقدام أقمارا. على هزال المطايا على هزال المطايا تشكو السير إخفاء وإجهارا. لهفي لزينب قالت مودعة والدمع باد من عينها مدرارا. ودعتك الله يا ذبيحا ما احتضب ماي عنك يا نور العين. سافرت بيتامى
سلطان المدينة ضودات الله سفرتي صعبة وطويلة ويا حجاب صوني وناقتي عجفة وهزيلة وما حد بقي منكم يا خوتي التجيلة بس العليل فوق ناقة مقيدين بودات الله يا راية بحر الشمور صرعوا عليكم يا اخوتي خال العقدو اقعدوا ياكم لو سافر واتبروا بيتامكم شمر الخنا قوض ظهونا والماما لا اضحك الله سن الدهر لا اضحك الله سن الدهر ضحكت وآل احمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دورهم كأنهم قد جمعوا ما ليش يغتفروا قبورهم شتى فمنهم بيترب بذو سعود والغري خوا قبرا وقبرا بغداد والطاهر الرضا بطوس يظهر غريب يظهر افتتاحنا بهذا المعنى غريب بالنسبة للوقت والظرف لأن الظرف كأنه مخصوص بذكر واقعة الطرف وعندما نفتتح بذكر مصائب أهل البيت يظهر أن هذا غريب في مثل هذا الوقت ولكن قبل كل شيء لنعلم أن هذه الطائفة تمتاز بهذه الجهة وهي جهة الطف التي استطاعوا بها يتوصلوا إلى ما لم يتوصل إليه غيرهم من الحقائق وهذا معنى كلمة النبي حسين مني وأنا من حسين حسين مني واضح الأمر فيها يعني قد يدرك وإن كان هناك ربما بعض الاتجاهات في الحديث أو في صدره أو بعض المعاني يتطرق إليها من له غزارة في العلم والمعرفة لكن عندما يقول حسين مني لأول وجهة ولأول خاطرة كأنه أراد أن يقول حسين مني يعني خليفتي من بعدي أو من خلفائي ما يريد يقول مني يعني ابني وإلا ليش ما قال في إبراهيم إبراهيم مني ليش ما قال في إبراهيم إبراهيم مني وموجود أيضا رواية ربما قيل حسن مني وأنا من حسن ربما قيل ربما يوجد رواية وإن كانت يعني آحاد إلا أن المتواتر في الحسين حسين مني وأنا من حسين فنحن نقدر نقول بما أنه من صلبه راح يمثله وامتداد لحياته عادة أن الولد امتداد لحياة الأب هذا شيء معروف لكن رجع إرجاع صدر الحديث إرجاع عجز الحديث على صدره وأنا من حسين ما ليش
ما حد منا يقدر مثلا ولدي مني وانا من ولدي، ما حد يقدر يقول تصلغوا هذه، لان ما ممكن يصير هالشكل. بينما النبي لا، ارجع العجز على الصدر، حسين مني، وهذا متواتر، هذا مو قصة غلط، لان التواتر ايش معنى التواتر؟ يعني ان له طرق عديدة، الحديث واحد لكن الطرق له عديدة. هاي مثل حديث تفسير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، 22 طريق اليه او 23 او اكثر، 11 طريق من الرواة من السنة و13 طريق من الشيعة. ولذا يقول التواتر هذا يعني معناه ان الطرق هاي وهي كثرة الاسناد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويجي بعد واحد اخر ويروي عن جماعة اخرين، ويجي واحد اخر ويروي عن جماعة اخرين، سمونا التواتر هذا. اما الاحاد هو الذي يجي من طريق واحد، طريق واحد، اما هذا لا، تواتر يسمونه. فالحديث حسين حسين مني وانا من حسين، هذا متواتر، يعني معناه اليه طرق عديدة يروي جمهور المسلمين، شيعة سنة عندهم طرق. شهدي وانا من حسين، ايش معنى؟ يريد يقول حسين مني خليفتي، هو نزل طبعا من صلبي، وانا من حسين مختصره انه لولا هذا الفرخ الطاهر او هذا السلط المقدس لما بقيت قواعد ديني ولا اصوله، لان الحسين في الواقع ضحى من اجل العقيدة حتى تبقى اسسه وقواعده، واذا بقيت الاصول والقواعد لابد ان تظهر الفروع يوما من الايام. شوف لاحظ احن لله المثل الاعلى، السدرة انت لما تجيب سدرة وتثبت في الارض تضرب وترتفع، تعال اقطعها انت، قطعها كلها، بس خلي الاصل، بس خلها مقدار، بس مقدار شهر شهرين صار السدرة. تعال بعد اقطعها انت، اقطعها، بس خلي الاصل، الاصل خلي، اقطعها كلش، قصها قصها كلها، لكن خلها، خلي الاصل في الارض، يوم ثاني ولا تشوخها اذا وتطلع ولا ثاني. هذا الدين من هالنوع، له مبغضين ومحاربين يقطعونه، لكن الاصول باقيه. ما دام الاصول باقيه بس تصير غفله من العدو وقت من الاوقات، واذا تطلع الفروع تطلع النتائج. سيد الشهداء صارت نهضتها، يعني معناه اثبتت قواعد الدين اصولا، بركاتها تستطيع ومن طريقه ان تبحث عن جميع ما عليه الاولين. وهذا الشيء اللي امتازت مع الطائفه دون غيرها، ولذلك تفرق وتعطي كل حق، كل ذي حق حقه. شوف حتى بين اصحاب امير المؤمنين بعد اكثر كلهم شيعة، عمار بن ياسر، ابو ذر الغفاري، سلمان المحمدي، رشيد الهجري، كمير بن زياد، هذا كلهم شيعة علي بن ابي طالب، لكن شوف الشيعة يعطون كل واحد بمقدار ما جاء في شأنه من اهل البيت. شو عرفوا؟ كيف عرفوا؟ عرفوا من البحث، عرفوا من البحث، الروايات اللي جعلنا اهل البيت ياخذونها وحللونها وعرفون ان هذا انقص من هذا درجه وهذا اعلى من ذاك درجه. ما يعطون الوسامه والبركه الذي لسلمان يعطون لعمار. عمار اليه وسام اليه مركز وسلمان اليه مركز. بينما بقيه المسلمين لا، اصلا من يذكر صحابي او يذكر تابعي قال رضي الله عنه، كله رضي الله عنه، ما نيش سخط الله عليه، ما نيش كله رضي الله عنه. مغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه، سلمان محمد قال هم رضي الله عنه،
مروان الحكم قال رضي الله عنه. انزين تعال انت كيف رضي الله عنك رضي الله عنه؟ ما عندك فرق، الله عنده فرق وانت ما عندك فرق. الله يفرق بينهم. سورة كبرها، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، مو جاي حن بس رسول الله يريد يشهدوا لك نور هاليوس. الله يدري انت رسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله الله، جاء المنافقين منهم من تل ابيب، اما هم المهاجرين ولا النصارى، اما هم من اهل مكه او من المدينه. المنافقين من وين؟ مو انجليز ولا مسيحيين. حكم اليهود بين النظر، ذلك القران يذكرهم يذكرهم دائما. يا اهل الكتاب يميزهم عن المنافقين، لكن المنافقين ذول اللي يصلون ويا رسول الله ويقبلون جبينه وايده، واذا جت تشوفه يتظاهر بالنسك والعباده والتقوى، واذا طلق رسول الله سب رسول الله. هذا واذا الله يفرق، الله يفرق، يشهد بكذبهم. وانت كله رضي الله عنه ما عنده ابدا، سخط الله علينا. انت بتصير له رسول الله، رسول الله. الله تبارك وتعالى يخاطب بصريح الكتاب، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. بعد تبذل استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. هل لله يرد حتى استغفار نبيه وسيد الكائنات فيهم ما بيقبله؟ هذا بعض وش الوضع، او بدي اقول رضي الله عنه المغيره بن شعبان، هذا زنا شاهدي عليه اربعه وجايبين رسلوا عليه وجابوه الى 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 من امره وتاليه. هي غير كل سال سنة والله سفر شهادة وثلاث تنفار شهادة مضبوطة صحيحة. وجاء واحد يمكن تعرفه، والسمية، والسمية معروف زياد بن أبي، هذا من دخل. وإذا الرجل قال لأنه مراضى على صاحبه، لا مراضى عليه، قال لقد جاء او لقد دخل من لا يفضح الله بسببه رجلا من صحابة رسول الله. قل له بس انتهى سؤلك شوي لف ولا ورانا. ايه وغمز عليه بعيونه شدي، وهذا يعرف ملعون، يعرف شيء بيسوي، غير بس لفظة شدي غير، ما جاب نفس الشهادة اللي جابوها، غير شوي. قالوا قم 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 يا مغيرة اجلدهم. عجيب غريب، وصفت لي هذاك الزاني يقوم يجلد الشهود العلوم. وهذا تالي يجون المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كيف انت كله رضي الله عنه؟ زين انت ليش رضي الله عنك؟ وهالاحوال اللي تصير بينهم وهالملاعنات وهالسويات. قال يا جرى بين الصحابة اسكتوا، أدرين صحابة رسول الله لا أحد يلمسهم دولين، صحابة رسول الله لا أحد يلمسهم، واللي شافوا وينهم بروحهم، بس احنا علينا المتأخرين نقول رضي الله عنه. زين واللي صريحة هوستهم سفك الدماء فيما بينهم علي ومعاوية، سفك الدماء بينهم. وهاي صريحة بعد واقعة صفين وواقعة الجمل، هاي ما تتغطى ما تتغطى. واقعة الجمل جرت بين الصحابة نفسهم، قسم من المسلمين ويا طلحة والزبير وعائشة، وقسم من المسلمين والصحابة ويا علي. لون شلون؟ قال هذا الاجتهاد. عجيب غريب، دماء راحت، نساء ترملت، أطفال تيتمت على اجتهاد. قال هذولاك اجتهدوا لكن أخطأوا، لهم حسنة بعد. وهذا لين قال له علي بن ابي طالب اجتهد واصاب لي عشر، هذا يقسمون بس على هواهم، هذا لي عشر وهذا لي خمس وهذا لي ثلاث ونص وهذا لي خمس ونص.
قسم على رواك. معاوية وعلي قال إيه لا أنا كاتب الواحد مع هذا ما يمكن بعد واحد يخطأ هذا عالم فقير كاتب وحي هذا زين هذا حارب على ابن أبي طالب حربك حربي قال إيه بعد اجتهد وأخطأ إلي حسنا بعد وقال إيه لا لي حجر هذا حتي هذه ضوابط هاي إيه هاي ضوابط بينما تعال شوف هالفرقة هاي تعطي كل ذي حقا حقا تعطي كويل منزلة وتعطي رشيد منزلة وتعطي حجر منزلة وتعطي عمار منزلة ما تعطي منزلة هذا إلى ذاك مع أنهم كلهم مؤمنين هذا خلي البقية بعض من الصحابة ليش؟ لأن يا أخي من البحر لأن عندهم دم سيد الشهداء هذا الدم خلاهم يبنون منابر ويخلون مؤسسات ومدارس سيارة والبحث ترى هذا مو ماخذين البحث عن الأولين من هو الزين ومن هو الشين ومن الصادق ومن الكاذب لأن يا أخي احنا ناس مسلمين ونبي نسلك الطريق المستقيم كيف نستطيع نسلك الطريق المستقيم وما نعرف يا هو الطريق المستقيم من الغير مستقيم من محوج صدق يا عم صدق احنا خلنا والمادة انا لو جيت الى شارع هذا الشارع قسم منا محفور ومغطى الضواري وجليد ومحطوط عليه اتراب وهذاك القسم الاخر مو محفور ومحطوط عليه اتراب وقالوا لي ترى قدامك الشارع مقسوم قسم محفور ومحطوط عليه تراب ونسخ جريدة وقسم الثاني مو محفور انت عاد حاول لا تروح في المحفور تطيح في الحفرة بالله عليك اجي واطوف كذي بدون بحث وبدون سؤال وبدون تنقيب اطيح يا رب بالطريق العزم يا اخي احنا بيننا وبين رسول الله 1400 سنة الحين شوش معرفنا بالعدل من الأعوج والمؤمن من غير المنافق والصادق من الكاذب غير نبحث عنهم حتى نعرفهم غير نقرأ تراجمهم حتى نعرف الصادق ونتبعه ونعرف الكاذب ونتجنبه ونعرف اللي يستحق اللعنة ونلعنة ونعرف اللي يستحق الترضي ونترضى عليه ما نخلط الحاضر بالنابل ونخلي أولادنا تعيش مثل الغنم ما يفرق بين الحق والباطل هاي الطائفة اشتغلت بالتنقيم عن احوال اهل البيت لان ما سر فلان بس مات ما تعال منو قتل اهل فلان المقدس العالم الكذا منو قتل قال بس ما خص القرار اهل ما قتل لا قتل اولا على الحاجة هذا غير نبحث عن القاتل حتى يكون نتبرأ منه ونبحث عن هالمقتول مقتول عاد لو مقتول قل يكون نبحث عنه يكون نقرأ عن ترجمة القاتل والمقتول ونشوف هل قاتل هذا قتل المقتول بعدل او بقول بغير بحق او بغير حق ولا ما نقدر نعرف كل القاتل المقتول رضي الله عنه مثل ما يقول في بعض التقاويم القطرية والله كلها مضحكة مسخرة اي اجي وينقل رواية القرطبي خلفاء الراشدين من هو الخلفاء فلان 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 ومعاوية بن ابي سفيان ويزيد بن معاوية الى ان اجي ومروان اما مروان فخلافته غير شرعية ومن بعده عبد الملك بن مروان خلافته في اولها غير شرعية واما الباقي من خلافته شرعية كيف قال لان خلافته في اول زمانها بوصية من خليفة غير شرعية واما الثانية لا واما القسط الثاني من خلافة فشرعي
لأنه جرى الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فجهز إليه الحجاج بن يوسف الثقفي بيمة في 100,000، فقتل عبد الملك بن مروان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عليه السلام. ما تقول لي هذا يصير كله رضي الله عنه بس هذا هو؟ هذا ما هو علم، هذا مو علم، وعايشين على هالحكي. شاهد في مثل هذه الليلة، أريد أختصر لأن وراكم عذر شباب تبغون تعزون، بس هذا الشاب له علينا حق، في كل سنة نذكره مرة. المناسبة الذكرى هذا الشاب الصالح، وهو القاسم ابن الإمام الكاظم، هذا الطريق، هذا الذي ضغط عليه جور العباسيين حتى انهزم إلى الحلة، وشاف مكان يطمئن إليه الفؤاد شوية، في استقرار وفي أمان، لأن ذكر أهل البيت وفاطمة والحسن والحسين، وقال لك أشوف حرموا عايزين شوي أنفاسهم تلائمني ولهجتهم تناسبني، ليش ما أقعد هنا؟ والله قعد يوم يومين ثلاثة، وين من المدينة للحلة، حلة وين؟ حلة الفيحة ووسط العراق هناك، أخذ يتملل من الخوف من سيف، لأن سيف الرشيد وراه، ويا الله طب هل الخيل هاي وحي عرب وسط الخيل، من عزلين عن الحكومات مشتغلين بمواشيهم ونخيلهم وكذا. واستقل شاف اللهجة ناس، لو قعد يومين ثلاثة شاف له والله يحب يقعد حتى شوي، كان يستقال. هذا الذي قال رأي، قال لرئيس الحي أنا أحب أقعد وياكم، قال لي يا ولدي المكان مكانك، المضيف ما بيعجز عنك، قال لا أنا أدري المضيف ما بيعجز، لكن أنا سمعت من سمع من رسول الله الضيافة ثلاثا وما زاد فهو صدقة، وأنا ما أحب أكل صدقة، فأنا أريد تشوفوا اللي فتشغل حتى بمقدار ما يلي من الفلوس يكون أكل وأشرب وكذا وألبس وإياكم. قال لي يا ولدي اختار لنفسك، هذا عندك الأغنام البقر الزرايب كذا. قال لا أنا أريد شيء أشوفه شاغر. وشو الشاغر؟ قال أريد أسقي، أريد تعطوني القرب حتى أملأ الأواني للضيوف وللمستعمال. تعرف ليش اختار السقاية؟ ترى السقاية احنا نستسمجها وهيتها جدا عظيمة. اولا لقول النبي لكل كبد حراء اجر، مو بس كبد الانسان، لا لكل كبد حراء، يعني اعتقد انت لو تجي لكلب حيوان يلهت من العطش وتسقيه ويقوم وترد عليه حياتك حصل تمام، كلب هذا الحيوان. لكل أن الله خلق الماء شرع لكل الناس، وإذا بدلت إلى الأكباد الحرة تحصل تمام، حتى بالنسبة إلى القرد أو الظل، ما دام حيوان، ما دام حيوان والله تبارك وتعالى جعل فيه غريزة لطلب الماء، وإنت راويت بالماء الله يعطيك ثواب، لكل كبد حرة. وبعد رحم الله من سقى الماء ولو على الماء، يعني حتى لو قاعد على الماء وصبيت لصاحبك وسقيته تحصل ثواب، هذا من جهه. ولاحظ الفضيله الكبرى لامير المؤمنين يوم القيامه ما هي؟ وش الفضيله الكبرى؟ الفضيله الكبرى لامير المؤمنين انه ساقي على الحوض يوم القيامه. لو هو هذا العلا، يقول الشيخ سيد محمد الهندي: هل يمنعني وهو الساقي ان اشرب من حوض الكوثر، ان يطردني عن مائدة وضعت القانع والمعتر؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية يريد تأسي بعد، يريد ان يتأسى. بمن يتأسى؟ يتأسى بأبي الفضل. أبو الفضل
وضع من نفسه سقاء لعائلة الحسين وخطرات الرسالة، وجاب لك قربتين على رواية، وفي الثالثة انقتل. فهو يريد يتأسى من جهة، ويريد يتذكر من جهة، ويريد من جهة ثانية يقول لك نفس السقاية لها ثوابها الخاص. بس اختار السقاية، تعرف هناك عندهم مشارع ببلادي، مشرع يجي من الصين شب رجله، هو بل يختار مكان، ما هو مكان السقاية، يروح مكان بروحه. وإذا جاء يوقف وطالع الماء كيف يجري ويبكي، طالع الماء يبكي ما حد عنه. التفت لواحد من السقائين شاف هالولد هذا يروح مناك بروحه، ما يجي وياهم لأن وقور، ما يجي وياهم، وتعرف السقاية مزحة وكذا وكذا وصخ وروح بروحه ينعزل. إجا لبد واحد منهم شاف الولد طالع الماء يبكي، قال له يا بني ما لك تبكي؟ قال ابكي لغربتي، انا غريب بينكم هنا، لا عندي اهل، لا عندي خال، لا عندي عام، لا عندي عشيرة، لا عندي كذا. قال له ترى اخبرك واطلعك على حقيقة افراد الحي، لا يوجد كهل ولا شيبة ولا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا طفل ولا طفلة الا وفي قلبه محبتك. ترى انت انت غريب، كلهم ترى يكنون لك الود والمحبة. لا الحمد لله هذا التوفيق من الله، لكن بعد تعرف الانسان اذا بعد عشيرته واهله وجماعته وحماته وخالاته وحمامه واخواله، ولا القصة اكثر، القصة اكبر من هاي القصة، يتذكر الدماء اللي واذا الولد قائم وقاعد وراكع وساجد مفتح الوداعي، واذا هم من الابدال رجع لزوجته قال له يا ابنة العم اريد ازوج هالولد. انا بمن؟ قال بابنتي. قالت عاد ما نعرف نسبه ولا من عشيره ولا من قبيله. قال ما يحتاج، ايمانه وتقواه يدلني على حسن عشيرته. انا بس ما دام عرفه هو الولد عفيف، الولد ذكي، الولد طائر، الولد وقور، الولد عالم، انا يكفيني. يقول صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من تثقون بدينه وأمانته فزوجوه. ما قال من تثقون بعشيرته، أنا هالولد واثق من عنده، ما هو لازم أعرف عشيرته، هذا ما بخيب. لا والله أنا كيف بنتك وتعرف مصلحتها من بعيد. إذا صباحا ودخل عليه قال له وليدي أريد زوجك. قال يا عم ما طلبت منكم الزواج؟ قال لا انا حمد لك، انت ولد عمرك 18 20 سنة الحين نحتاج لزوجة، واذا زوجناك اولا ما بتفارق لان عندك زوجة واحنا البيت بيتك. الشيء الثاني يصير اصحى للعائلة، تعرف ذولا يصيرون محبنات عمك ويصير من العائلة افضل لنا، ويمكن الله يعطيك مع الذرية وكذا، وتعرف انت بعد تصير ابو البيت وكذا. اي والله. قال لك تعرف، قال يا ولدي ترى اكو شيء احد بسألك عنه، واحنا من زمان نريد نسألك عنه لكن تمنعنا الهيبة، عندك هيبة تمنعنا من السؤال. قال له وهو؟ قال ام بأسألك من عشيرتك. اسمح لي، عشيرتك من وين؟ اطرق القاسي من حرج، لان قال لك حلين اخبرت ما ادري وش بصير، لأن احنا بني هاشم وين ما نروح طردونا، لأن إذا سيف الحكومة على راسنا ومطلوبين دائما، أخاف يعرفون عني هاشمي ويقولون لا يا ترى أنت اطلع، لأن ما نقدر بعد نتحمل مسؤول الحكومة، وأنا هنا المكان مرتاح ومستانس، أخاف يطردوني أو لا، أخاف عين مباحث الجواسيس اللي تخبر علي يقول أكو فلان هناك، ما يريد يخفي نسبه. الحرج. قال له والله يا عم ما طلبت الزواج، ان احببتم ان تزوجوني على ما علمتم مني والا او تامروني بالرحيل ارحل. قال له لا ترحل يا ولدي، احنا ما جبنا البركات في مواشينا وفي اعمالنا وفي زرايعنا الا ببركه وجودك. شاف من حرج الولد تركه، صار الصبح ودعا مشايخ المنطقه وعزمهم وكذا وخطب وسلم المهر هو الى القاسم، والقاسم سلم الى الزوجة وعقدوا عليهم وتزوج.
لكن الولد ظل مكبوت، لان واحد بيتزوج لا اهله يدرون ولا عشيرته يدرون ولا اعمامه ولا اخواله ولا خيلانه، يعني غريب غريب، لازم يصير حزازه في نفسه. فحزازه في نفسه ومكبوت، وظل هاي يفكر فيها 4-5 سنين وصار عنده بنت. الولد عاد من حدث لا يقدر يطلع ولا يقدر يسافر ولا يقدر يرسل لاهله ولا يطمئن لاحد، صار عند هاي البنت. وتمرض الولد وطاح على الفراش وازدادت بالعله، ولزم العم الولد بل طيلة الليل وياه لا يفارقه الا قليل من الزمن، يسأله عن مرضه عن سببه عن كذا، قال له والله ما تعد مرض الا مرض قلب، يعني انا دائما افكر عن غربتي وارتحالي واهلي وكذا وما ادري ايش. لا والله ظل ياخذ عليه الشيخ الى ان شاف لا الولد موصل، الولد بيتوقف وشاف الحين عنده بنت، قال يا ولدي هذا الحين ما الك بنت، اما من قبل احنا ما احرجناك وما ضايقناك في مسألة العشيرة، لكن الحين لا بد لنا من معرفة عشيرة هاي، من هو أجداد هاي، هل ابني اللي عندك من هو جده حتى نوديها إلهم. صدق القاسم شاف الأمر ما ممكن بدون إخبار، مبدل هذه بايعة من رسول الله، مبدل بايعة. قال له عم، قال له نعم، قال له هل أنت عازم على الحج؟ قال له إذا عزمت على الحج فخذ هذه الطفلة معك، وابدأ بزيارة قبر الرسول والمدينة. هذا من قال المدينة وشاف عند العلامات عبادة وتقوى وعلم ووقار وكذا، وقال له المدينة أعطاه حواسه، قال له قال له إذا جيت المدينة فاسأل عن محلة بني هاشم، إذا وصلت محلة بني هاشم ضغى البنت فستقف البنت على دار عالية البناء. قال لي يا وليدي هذه الدار المن؟ قال هاي دار موسى بن جعفر. قال له انت شو تصير منا؟ قال انا ولده. قال يا ولدي انت ولد موسى بن جعفر ومخلينا ما نعرفك، انت المفروض تصير امامنا، المفروض تصير عالمنا، المفروض انت تصير رئيس، المفروض تصير انت السيد، انت ولد رسول الله، كيف استخدمناك؟ قال له يا عم جزاكم الله عني خيرا، ما قصرتون، زوجتون وهاويتون وحميتون واطعمتون وما ما قصرتون. الولد من كثر ما يبكي ومتاسف وكذا توفى. لما توفى الولد طلع هذا العام يصرخ يا اهل الحي يا اهل الحي، ما عندك يا شيخ؟ قال ترى تعرفون هذا الولد الذي عدناه وزوجناه عندك؟ لا والله. قال هل ترى ولد موسى بن جعفر؟ جاء الناس من كل مكان يصرخون وسيدا، واجتمعوا شالوا الجنازه في بكاء وعويل ورنه وشيعوا احسن تشيع ودفنوا. حيط محل الان القاسم اخو الامام الرضا، قاسم الامام الكامل، شادي هاي الطفلة عاد صارت عند الابو بعد بيت رسول الله، متى كان يظن ان بحصل بنت من رسول الله؟ ايه لا انصار الحج، وراح للحج وسأل عن محلة بني هاشم الى ان دلوا على المكان، وضع الطفلة ومشت وقفت على باب بيت موسى بن جعفر، طرق الباب. لما طرق الباب طلعوا اليه، وش طلعوا اليه؟ ما كل جان ابراهيم الرضا توفى، ماكو ولد اليه، ولد عمره 14 سنة ما فيش، يمكن ذاك طفل ابو 5 سنين او يرضى، لان الكبار خلوهم بالاساطين، خلوهم بالجدران، خلوهم بالسجون. اينا واذا طلعت نساء من بالباب، قال خذوا طفلتكم، فتح الباب خذوا الطفلة،
يتأملوا اللفظ على هذه المال مال عرب عليها دراري وكذا ومدري ايش مال عرب يعني ما زادوا لكن يتأملون الى وجهها والسحنة والقالم لا والله عليها قالم هاشميين هاي انت الوجه اسمش قالت فاطمة بيت من قال القاسم ابوي من هو جدش قاله وقالت ما عرف جدي ما عرف الا ابوي انزين امي ايش قالت امك بعد امي اعرفها فلانة ابوك وين قالت توفى الى ان اجت ام القاسم اخذت يحرم بها هي غير علاقة ام هذه ام هذه جدة الامام الصادق سلام الله عليه يقول للمنصور يقول للمنصور اعطيني يا جد فإن الرحم إذا مست الرحم تحرك العنق هذه بتولدها علاقة موجودة حتى لو ما شافتها لما أنا أخذتها ووضعتها على فخذها على رجلها قالت بني وين أبوك قالت توفى وش اسمه أبوك قالت القاسم ومنه أبو قالت ما عرف قالت شمائل ولدي القاسم هاي الشمائل والسحنة سحنة القاسم بمجرد ان قالت توفى قالت وولداه وخرت على الارض صرخ حركوها واذا بها قد مات اشوا عليها الماء واذا هي قد فارقت روحها الدنيا سمعت بولدها ما شافت تنقطع الله يساعد قلب رملة اللي شافت هالولد مخضب بدمه في صباح زواجه وشافت نفس الكفن نفس الثوم كفن لما شافت مقطع والدماء تسيل من جوانبه صرخت وقاسما لكن من جبت غمك لبسك تفصيل لك فأنت قلت الولد ما يعود من حومة الميت قومي يا قومي يا سكني ودعي شنوة الشبان وشقي على الغريب جيبك يا زكي ورملي على الجاسم حوت رطب صدرها نادي عروسك من سعد يا ابن ياسر وانت طريح وجثتك ما حد قمرها دلل يا عقلي وبالتراتب قارني قلب لسان الحال صبري ودعيني يا والد امشق ضريح ولحدي وجمعي وسادة من المتراب والسبيني قالت شبيدي والعداد ان المطي وين يا ابن بغيبة ودوب وفادي مصاب والريس يا ابن ومن دم نحرك اخبار كل غنى في عرسه عليه إلا ندبة الماء.